السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ومعانا النهاردة فيديو جديد والمنحة جديدة، والاول مرة اتكلم عنها واعمل عنها فيديو. المنحة بتاعت النهاردة يا شباب منحة ممولة من حاجة اسمها البنك الاسلامي للتنمية. البنك دوت هو اللي بيمول المنحة ديت، لكن بيتعاون فيها مع ادارة المنحة التركية اللي هي لسه خلصانة من الشهر اللي فات دوت، واتكلمنا عنها كتير وكل اللي متابعيني قدموا عليها. طب يا ادم، ايه الفرق وايه اللي مخلي المنحة دي تعمل ضجة وان الناس كتير يتكلموا عليها وعايزين يقدموا فيها كده؟ تعال نشوف ايه مميزاتها طيب وعبارة عن ايه. اول حاجة كده، المنحة دي هو اللي بيدعمها البنك الاسلامي للتنمية، عاملها لاكتر من 21 دولة ومنها مصر طبعا واغلب الدول اللي متابعيني منها، يعني ان شاء الله كلنا هنعرف نقدم على المنحة دي. طب يا ادم، ايه اللي عامل ضجة للمنحة دي ومخلي كل كده عايز يقدم عليها وعمال يتكلم عليها؟ بص يا عم، انا هقول لك الخلاصة. عشان اولا التقديم في المنحة دي سهل جدا جدا جدا، عكس اغلب المنح اللي بتطلب بقى ايه شهادات ايلتس وتويفل وشهادات دولية ومجاميع عالية وحاجات، واللي هو ايه الواحد اساسا بيسمع اساميها بيخاف وما بيرضاش يكمل اساسا قراءة عن المنحة ديت. يا عم الحاجة ديت بسيطة جدا، بس ما بتحتاجش منك اللي يعتبر شهادتك، ولو عندك شهادات تانية بتحطها، لكن شهادات التانية مش شرط. بعيدا كمان عن شروطها اللي هي هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل واللي هي سهلة جدا، المنحة ديت يا عم بص، بتدفع لك مصاريفك بتاعت الجامعة كل سنة، كل سنة بتدفع مصاريفك بتاعت الجامعة، زائد كمان وانت هنا بتوفر لك تأمين طبي عشان لا قدر الله تعبت ولا حاجة تقدر تدخل المستشفيات الحكومية كلها تتعالج ببلاش. زائد كمان يا عم مش هتسيبك وتقول لك يلا تعالى لنا، لا ده كمان هتحجز لك طيارة من مصر لتركيا تمام على حساب المنحة في بداية سفرك، يعني في بداية ما تاخد المنحة، وانت كمان ان شاء الله مخلص المنحة وراجع بلدك، ده لو رجعت يعني. وفوق ده كله بقى مش اللي هو تعالى تدرس ببلاش ونصفرك ببلاش والمواضيع دي كلها، لا ده انت كمان مش هتيجي بقى وتلاقي نفسك محتاج شغل عشان تدرس وتحاول توائم الشغل مع الدراسة وتمشي الاتنين مع بعض، لا ده كمان هيدوك مرتب شهري واكبر بكتير جدا من الراتب اللي كانت بتديه ادارة المنحة التركية. بتديك مثلا للبكالوريوس بتديك حوالي 1800 ليرة شهريا، وللماجستير 2100 ليرة شهريا، الدكتوراه 2600 ليرة شهريا. وانا كواحد مقيم هنا يعني في تركيا بقالي سنين كتيرة، عايز اقولك ان انت مرتب زي دوت، وخاصة لو بره اسطنبول وعايش لوحدك وكده، يقدر يعيشك يعني كويس وما تحتاجش او ما تبقاش مضطر انك تشتغل عشان تقدر تصرف على نفسك وتكمل الدراسة. طب تمام، عرفنا بقى مميزاتها دلوقتي. طب ايه يا ادم الشروط؟ عشان بس ما نتعشمش زي كل المنح الباقية وكل الدول وفي الاخر نلاقي نفسينا ان احنا مش عارفين نقدم وبنزعل، انا نفسي زيكم يا جماعة على فكرة. بص يا عم الشروط، الشروط سهلة بسيطة. اولا كده هي المنحة متاحة للكريبيوس الماجستير والدكتوراه، يعني مش للبكالوريوس بس. جميل. ايه طيب الشروط؟ بالنسبه للبكالوريوس هو يعتبر فيها اهم شرطين، هو ان سنك يكون اقل من 21 سنه، وان مجموعك يكون في الثانويه اعلى من 70%. السؤال اللي هيجيلي وهيتكتب دلوقتي حالا من قبل ما تكمل الثانيتين، يا ادم طب انا ما خلصتش الثانويه العامه، هينفع اقدم ولا لا؟ عشان انا مش معايا شهاده الثانويه. ينفع تقدم تجيب شهاده ثانيه ثانوي وتقدم بيها يا عم، ما فيش اي مشكله، ما تقلقش، عشان انا حافظ السؤال دوت عارف اللي هيكتبه. طب تمام، دولت كده بالنسبه للبكالوريوس. طب بالنسبه للماجستير، بالنسبه للماجستير ان سنك يكون 30 سنه او اقل من كده، وان مجموعك التراكمي في البكالوريوس يكون اعلى من 70%، وهكذا برضو نفس الحوار. لو انت لسه ما خلصتش اخر سنه ينفع عادي تقدم وانت في اخر سنه في البكالوريوس وتجيب اخر شهاده، وما يثبت انك في اخر سنه مثلا، سواء سنه رابعه سنه سته سنه كده، على حسب التخصص بتاعك بينتهي بعد كام سنه. بالنسبه للدكتوراه اللي هي تالت حاجه معانا، ان سنك ما يكون اكبر من 35 سنه، وان مجموعك التراكمي في الماجستير يكون اعلى من 75% او ما يعادل جيد جدا. بس كده يعتبر كده قلنا اغلب الشروط، اظن موجودة في اغلب اللي بيتفرجوا علينا، وكده يعتبر كلنا هنقدم ان شاء الله. طب يا ادم الاوراق، بص يا عم بقى الاوراق. الاوراق اول حاجة يعتبر اللي كلنا بنتكلم عليها هي الباسبور. لا يا عم كمان مش شرط الباسبور زي اغلب المنح، بتقول لك كمان عادي لو انت معاك البطاقة تقدر تقدم بالبطاقة، يعني مش شرط مثلا باسبور ولا حاجة، عشان عارف ان هي بتبقى حجة لناس كتيرة وما بيردوش يقدموا. لا انت هتقدم عشان التقديم كمان ببلاش، مش بعد التعب كمان ده والفيديو اللي انا بعمله وتقول مش هقدم، هتقدم ان شاء الله. يبقى كده الباسبور تمام، وصورة ليك بخلفية بيضاء او زرقاء يعتبر. كمان عايزين مثلا لو انت هتقدم على البكالوريوس يبقى شهادة الثانوية العامة،
عامة. وطبعا لو مش معاك شهادة ثانوية عامة تجيب شهادة سنة تانية، وتحاول تجيب ما يثبت انك في سنة تالتة اللي هي اخر سنة دراسية في المرحلة الثانوية. بالنسبة للماجستير انك تجيب الشهادة الثانوية وشهادة البكالوريوس. بالنسبة للدكتوراه صورة الماجستير بتاعتك، وهكذا برضو زي باقي الاوراق اللي هي الباسبور والصور بخلفية بيضاء وكده. ديت الاوراق اللي هي الروتينية. طيب جميل. في برضو كم حاجة مثلا زي مثلا خطاب النية، وبرضو لو عندك شهادات مثلا زي لغة او اي شهادة دولية او اي شهادة تثبت انك متفوق رياضيا، مثلا شهادة تقدير في الدين، في القرآن، في الرياضة، في اي مهارة او اي رياضة او اي حاجة انت نجحت فيها او معاك شهادة عموما حطها. عبي شهايد، زود يا باشمهندس طارق، ما يهمكش يعني، كل ما تزود كل ما يكون احسن يعني، وان شاء الله تحاول تضمن نسبة قبول ليك. طب جميل يا ادم، المنحة طيب ديت فتحة امتى ولا فتحت امتى؟ عشان انا ممكن شفت الفيديو بتاعك مثلا متأخر او حاجة. المنحة ديت يا جماعة فتحت من 15 مارس، تمام، اللي هي يعتبر من يومين من بدء عمل الفيديو ده، ولحد 15 ابريل، يعني فاتحه شهر كامل معانا ان احنا نعمل فيه الاوراق كلها. اللي مش معاه شهاده الثانويه يقدر يروح الاداره بتاعته، اللي مش معاه شهاده البكالوريوس بتاعته يقدر يروح الجامعه ويجيب شهادته، يعني معانا وقتنا الحمد لله. وكمان الباسبور مش شرط، بس لو تقدروا تعملوا الباسبور يكون افضل، لان هو اساسا ما بيكملش يومين او حاجه، وسهل جدا يعني. في نقطه كمان عايز اقولها في المنحه ديت يا جماعه، عشان بتديك فلوس كبيره في الماجستير والدكتوراه، انك بعد ما بتخلص المنحة وتسافر وتشتغل عموما وتبدأ حياتك العملية وكده، انت بترجع لإدارة المنحة 50% من المصاريف اللي صرفوها عليك للماجستير والدكتوراه. يعني هم مثلا دفعوا لك مصاريف جامعة على مش عارف مصاريف شهرية على كده على كده، كلهم عملوا مثلا 200,000 ليرة، فانت لما هتشتغل وتتخرج انت المفروض انك ترد لهم نص المصاريف ديت، لو 200,000 يبقى انت ترد لهم 100,000 من المصاريف اللي هم صرفوها عليك. طب جميل يا ادم، لقينا المميزات جميلة والشروط متطابقة علينا، واحنا كمان معانا وقتنا والدنيا حلوة، وعايزين يا ادم ندخل في الجد ونقدم عليها. يا عم انا مسهل عليك الموضوع جدا، ومن غير ما تدفع اي فلوس انا عملت فيديو ازاي تقدم بنفسك. انا فتحت اللابتوب قدامي وقدمت لنفسي على المنحة، لان هو التقديم يعتبر يعني على المنحة التركية هو زي التقديم على المنحة ديت. فانا فتحت اللابتوب قدامي ودخلت وقدمت لنفسي على موقع المنحة ديت، تمام، وخطوة خطوة بالبيانات، وعلمت كل الناس اللي متابعيني من بدري ازاي يقدموا على المنحة بنفسهم، والحمد لله كله قدم بنفسه والموضوع ده مجانا. بص كده ركز معايا علشان تبقى ايه في الصورة كويس. انت تدوس على اللينك الاول بتاع التقديم بتاع المنحة قدامك من اللابتوب، والافضل الافضل الافضل انك تفتح من اللابتوب عشان ما تواجهش مشاكل كتيرة بتطلع لك وانت بتقدم من الموبايل. انت بتفتح اللينك اللي انا حطه تحت في الشرح قدامك في اللابتوب علشان يتفتح قدامك موقع التقديم، جميل، وتفتح الموبايل بتاعك على اليوتيوب على الفيديو اللي انا حاطط اللينك بتاعه هنا في الشرح في الفيديو اللي هو بتاع ازاي تقدم بنفسك ومجانا، وتمشي معايا خطوه خطوه. يعني انا بقدم مثلا بقول حط كده او اكتب كده، فاهم قصدي؟ انت بتكتب وبتمشي مع الفيديو دوت، ما بتكملش نص ساعه ولا ساعه، وبتكون قدمت لنفسك تقديم صحيح، وضمنت ان شاء الله الملف بتاعك يوصل لاداره المنحه ديت ويبقى تحت التقييم. وان شاء الله اتمنى لكم كلكم انكم تتقبلوا. طب في سؤال انا عارف عشان هو جالي كتير وبيجي لي، يا ادم طب انا مقدم في المنحه التركيه اللي فاتت، هل ينفع اقدم في المنحه ديت؟ ينفع تقدم في المنحه ديت، انت كده كده ما تقبلتش اساسا في اللي فاتت، وعموما تقديمك حتى برضو على المنحه ديت مش هيأثر في قبولك على المنحه اللي فاتت. طيب سؤال برضو تاني علشان بشوفه كتير، طب يا ادم انا كنت مقدم على المنحه اللي فاتت وبدخل على الموقع، لان هو يا جماعه نفس الموقع بتاع تقديم المنحه ديت هو نفس الموقع بتاع تقديم المنحه اللي فاتت، انا بدخل يا ادم بلاقي ان انا بياناتي موجوده ما بعرفش اعدلها وكلام من ده. بصوا هي نصيحه شخصيه، اعمل ايميل جديد، جيميل جديد لو انت مش معاك، واغلبنا معاهم اكتر من جيميل، اعمل جيميل جديد مش بيكمل معاك دقيقتين ثلاثه، وادخل من ابلكيشن جديد على نظافه وقدم، عشان ديت منحه جديده، واتعب فيها واعمل برضو الابلكيشن فيها بضمير، وامشي مع الفيديو اللي انا عملته لك خطوه بخطوه، وقدم مش هتخسر حاجه ولا تخسر فلوس، واديك كده بتقدم ببلاش معايا، وقدم واجتهد فيها. وطبعا ما ينفعش يا جماعه نعتمد ان احنا مثلا عشان عملنا كل الشروط او عملنا التقديم صح ان احنا هنتقبل، لان الاعداد اللي بتتقبل ما بتكونش كتيره جدا، بس انت ما تفوتش فرصه زي ديت علشان
انت ممكن من الاعداد القليله اللي بتتقبل تكون انت منهم. وان شاء الله كل اللي شافوا الفيديو دوت وتابعوا معايا ان شاء الله كلكم هتتقبلوا وتبعتوا لي رسائل وتفرحوني وكده. وبس يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله استنوني في كل المنح اللي تفتح وانا معاكم فيها واشرحها لكم بالتبسيط وازاي تقدموا عليها. وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناه عشان تستفادوا بكل المنح والمعلومات اللي بقدمها، وتعمل لايك للفيديو. لو عندك اي استفسار عن المنحه ديت او اي منحه تانية تقدر تسيبه تحت في التعليقات وانا هشوف وارد عليك. السلام عليكم.